نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية والنيل للأخبار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية كالمعتاد بالعناوين. تواصل الاشتباكات في السودان لليوم الثالث، والبرهان يأمر بحل قوات الدعم السريع ويصفها بأنها مجموعة متمردة. غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للقتال في السودان ويؤكد أن الوضع الإنساني أصبح كارثيا. بمبادرة إنسانية من السعودية استكمال عملية تبادل الأسرى بإطلاق سراح 1004 من الحوثيين. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. وزيرة التعاون الدولي تبحث مع رئيس البنك الأوروبي تنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج موفي والتوسع في آليات دعم القطاع الخاص. تفاصيل النشرة. قالت الخارجية السودانية إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع وأعلن أنها قوة متمردة على الدولة، لافتا إلى أنه سيتم التعامل معها على هذا الأساس. وأضافت الخارجية السودانية أن الوضع الراهن شأن داخلي، مضيفة أن السودانيين سيتوصلون إلى التسوية بأنفسهم. كما أكدت الوزارة أن القوات المسلحة تعتمد استراتيجية قتالية تهدف إلى تقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة. في غضون ذلك تتواصل المعارك لليوم الثالث بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. يأتي هذا بينما ارتفعت حصيلة القتلى إلى نحو 200 مدني. لليوم الثالث تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط تزايد الضحايا ليصل إلى نحو 100 في صفوف المدنيين حسب ما أفادت نقابة الأطباء. الجيش أكد أن الوضع مستقر والقتال محدود، بينما قالت قوات الدعم السريع إنها بصدد الانتصار وزعمت أنها سيطرت على المطار ودخلت القصر الرئاسي، الأمر الذي نفاه الجيش وأكد أنه يسيطر على المقر العام لقيادته العامة، أحد أكبر مجمعات السلطة في الخرطوم. أما التلفزيون الرسمي فيؤكد كل من الطرفين السيطرة عليه، لكن سكان محيط مقر التلفزيون يؤكدون أن القتال متواصل فيما تكتفي المحطة ببث الأغاني الوطنية. وفيما لا يبدو في الأفق أي وقف قريب لإطلاق النار، دق الأطباء والعاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر، فبعض الأحياء في الخرطوم محرومة من التيار الكهربائي والمياه منذ السبت، وحذرت متاجر البقالة التي لا تزال مفتوحة من أنها لن تصمد أكثر من أيام قليلة إذا لم تدخل شاحنات المؤن إلى العاصمة. وعجزت الممرات الإنسانية التي أعلنها الطرفان المتحاربان لمدة 3 ساعات بعد ظهر الأحد عن تغيير الوضع، فقد استمر سماع إطلاق النار ودوي انفجارات في الخرطوم. وقرر برنامج الأغذية العالمي تعليق عمله في السودان بعد مقتل 3 عاملين في البرنامج في إقليم دارفور بغرب السودان، فيما يحتاج أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليونا إلى مساعدة إنسانية. في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإعادة إرساء الهدوء والانخراط في حوار لحل الأزمة في السودان، حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأدان غوتيريش بشدة اندلاع المعارك الدائرة في السودان، محذرا من أن أي تصعيد إضافي للنزاع بين الجيش والقوات التي وصفها بشبه العسكرية قد يكون مدمرا للبلاد والمنطقة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في السودان كان هشا أصلا وبات الآن كارثي. أكد سامح شكري وزير الخارجية أهمية التعامل مع النزاع السوداني باعتباره شأنا داخليا يجب ألا نتدخل فيه بأسلوب يزيد من حدة النزاع. كما أكد شكري ضرورة التركيز على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مبرزا جهود الجامعة العربية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اتصالين أجراهما وزير الخارجية مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينغ داو. ويأتي الاتصال في ضوء مشاركة جيبوتي
جيبوتي وجنوب السودان في الوفد الرئاسي المقرر إيفاده إلى السودان من قبل هيئة إيجاد التنموية الإفريقية، إضافة إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب السوداني سلفا كير استعداد البلدين للوساطة بين الأطراف السودانية. كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان حول مستجدات الأزمة في السودان، واتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها. وأكد شكري خلال الاتصال على أن الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدي لوقف فوري لإطلاق النار. كما تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، وذلك للتشاور وتبادل التقييم بشأن التطورات الجارية في السودان. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد حرص شكري على إحاطة نظيرته الفرنسية بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف النزاع، بما في ذلك نتائج وتوصيات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير. من جهتها أعربت وزيرة خارجية فرنسا عن قلق بلادها العميق نتيجة المواجهات العسكرية الجارية وتأثيرها المتفاقم على أرواح المدنيين وسلامتهم. كما أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا برئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، تبادل خلاله وجهات النظر حول الأزمة الجارية وسبل وقف المواجهات العسكرية. وأعرب أبو الغيط عن اقتناعه بأن الخروج من الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد يتطلب من كافة مكونات الطيف السياسي التكاتف والعمل معا، أن المرحلة الدقيقة الحالية تقتضي إعلاء المصلحة العامة للبلاد والترفع فوق المكاسب السياسية الضيقة. وحرص أبو الغيط على الاستماع لرؤية حمدوك لتطورات الأوضاع، واتفق معه على أولوية وقف التصعيد والوقف الفوري للاشتباكات المسلحة وضمان أمن السكان المدنيين واستعادة الهدوء، مع التأكيد على أن كافة المشكلات يمكن معالجتها من خلال الحوار. دعا وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان إلى وقف فوري للعنف في السودان. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات. من جانبه دعا كليفرلي القادة العسكريين السودانيين إلى إعطاء الأولوية للسلام وإنهاء القتال والعودة إلى المفاوضات. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي متابعة جميع أحوال البعثة التعليمية المصرية بالسودان واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم، سواء استمرار بقائهم أو عودتهم. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الدكتور حجازي مع رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان. اطمأن وزير التربية والتعليم خلال الاتصال على أوضاع الطلاب المصريين في ظل الظروف الراهنة بالسودان، موجها أفراد البعثة والطلاب لأهمية التواصل المستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم. وتضم البعثة التعليمية المصرية بالسودان 151 مدرسا وإداريا ويقدمون خدماتهم لأكثر من 1000 طالب سوداني، كما يوجد في السودان 35 طالبا مصريا إضافة إلى 9 مدارس مصرية. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق سراح 100 أسير وأربعة من الحوثيين لدى التحالف، وذلك بمبادرة إنسانية من المملكة. وقال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعاء اليوم. وأضاف المالكي أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة لدعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة والوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باستمرار عملية تبادل عدد من الأسرى والمختطفين بين الأطراف اليمنية بنجاح تنفيذا للخطة التي اتفقت عليها الأطراف في مارس الماضي. اعتبر الأمين العام خطة التبادل خطوة إيجابية لبناء الثقة من شأنها أن تسهم في إنجاح مساع جديدة لتجديد تمديد الهدنة وتعزيز فرص الاتفاق في إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، مشيدا بالجهود السعودية المتواصلة من أجل تهيئة الأجواء لتسوية سياسية في اليمن، بما في ذلك ما قامت به الرياض من أجل مساعدة الأطراف اليمنية للتوصل إلى الاتفاق الأخير، مجددا التطلع لأن تنتهي معاناة جميع الأسرى والمختطفين قريبا. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم، أدام الله فرحتنا وبهجتنا والسعادة في حياتنا، كل عام ونحن جميعا بخير وسعادة. وقد احتفل المصريون بأعياد الربيع وشم النسيم بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالا من المواطنين للاحتفال والتنزه، وحرصت إدارة الحديقة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للزائرين. احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم، استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة آلاف المصريين منذ 9 صباحا وحتى 2:30 عصرا للاحتفال بأجواء الربيع وشم النسيم داخل حديقة الحيوان بالجيزة. الزرافة سوسن دي عمرها 12 عام، تاكل نباتي، تاكل برسيم، تاكل علف، تاكل شعير، تاكل عدس، تاكل لوبيا، دي كله اسمها عليه أجفة، وتاكل خضار، تاكل بطيخ، تاكل تفاح، تاكل بصل. احنا اساسا من الصعيد بس ساكنين هنا، فبنحب نيجي في شم النسيم نزور المكان ده. مكان حلو، فيه كذا جنينه، فيه حيوانات كتير متعدده. يعني اول ذكرياتنا للمكان ده اول ما اتجوزنا، اول مكان جينا قضينا فيه يعني الفتره الاولى من الجواز. احنا جايين نزور ان شاء الله، وبنسنا واهالينا وعيالنا، وده والد اختي وده ولدي وده نسيبي، وكلنا قريبين، حاجه حلوه والله كويس، عشان مكان جميل واحنا بنحبه والاطفال طبعا كلها بتحبه، فاحنا عشان كده مكان واسع وجميل ومنظم، ونقدر ناخد راحتنا فيه واحنا والعيال، نقدر متعودين دايما عليه. رحلة جميلة، بنيجي كلنا الأسرة مع بعضينا زي ما انتم شايفين، وبنتغدى مع بعض، وبيبقى يوم جميل بصراحة. يعني خدمات جديدة تقدم للمواطنين داخل الحديقة، والتي تعد من أقدم حدائق الحيوان بمصر والشرق الأوسط، والتي تأسست عام 1891 وأول يعارق حدائق الحيوانات في إفريقيا. البدلات المائية دي تعتبر أول مرة تنزل في مصر، أول مرة، وبعدين في متناول الجميع في نفس الوقت، وبعدين من ضمن التطوير بتاع الجنينه، لان الحديقه هنا كانت محتاجه تطويرات كتيره، فموجوده البدلات اللي هي الكبيره دي، ده هي اللي هي العائله بمعنى اصح، وفي بدلات الثانيه اللي هي الصغيره دي بيركبها اتنين بس. جايين نحتفل النهارده مع اخواننا المسيحيين بعيد الربيع بتاعهم، مع ان احنا صايمين يعني، عشان هم بيحتفلوا معانا. هي حديقة الحيوانات جميلة ومدهشة، وكل حاجة فيها حلوة بصراحة، حاجة روعة. فسحة جميلة وفيها حيوانات حلوة قوي وعجبتني، وانا على طول هاجي، والمركبة دي جميلة قوي. جو أسري وعائلي، وعشان الأولاد برضو تتفسح وتلعب وتغير جو وكده. سعادة بالغة على وجوه الزائرين صغار وكبار من كل محافظات مصر للاستمتاع بأجواء الربيع وشم النسيم داخل الحديقة. حرص كبير من المواطنين على الحضور إلى حديقة حيوان الجيزة من كل محافظات مصر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، كونها أقدم وأعرق حدائق الحيوان في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. من داخل حديقة حيوان الجيزة، عبد الحميد صقر، النيل. وفرت وزارة الصحة عيادات متنقلة وسيارات إسعاف داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة. وقامت أيضا فرق طبية بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية لرواد الكاتدرائية بالمجان.
في إطار احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، قامت وزارة الصحة بتوفير كوافر طبية وعيادات متنقلة بتخصصات مختلفة كالأسنان والباطنة والأطفال، وسيارة مجهزة لصحة المرأة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وتوعوية لرواد الكاتدرائية على مدار الساعة. احنا موجودين النهاردة داخل كاتدرائية العباسية للتأمين الطبي، لأن في توجيهات معالي الوزير إن احنا يبقى في تأمين طبي في كافة التنزل المنتزهات ودور العبادة، فاحنا النهاردة موجودين معاهم، معانا عيادة الأسنان، معانا الفريق الطبي على مدار الثلاث أيام اللي فاتوا موجودين بنقدم كافة الكشف والخدمات العلاجية اللي نقدر نعملها داخل العيادة. لو لقينا الحالة تستدعي تدخل ذو تجهيزات أعلى بنعمل على طول تحويل على أقرب مستشفى موجودة لينا. هنا بيتعمل كل حالات بتاعة صحة الفم من تنظيف للجير وتلميع للأسنان، بنحط فلورايد لسطح الأسنان، بالنسبة للأولاد الصغيرين بيتعمل لهم كمان الفلورايد أبليكيشن، بيتحط لهم البرامج التوعوية بتاعتهم. الكبار لو في حاجة إن احنا نقدر نعملها بالنسبة لخلع أو حشو بنعملها أو إزالة جير ممكن احنا نقدمها في العيادة المتنقلة، ولو حاجة أكبر من كده ان احنا بنعملها ريفير لأقرب مستشفى موجودة. أي حالة فيها إصابة بعدوى أو إصابة بمرض شديد جدا بنتجه فورا ان احنا نقدم كافة الدعم الدوائي والدعم الصحي لكل مواطن متردد على الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. كما تم توفير فرق التواصل المجتمعي الذين يجوبون الكاتدرائية لتوعية المواطنين بالخدمات المتاحة وتوزيع هدايا تحمل شعار 100 مليون صحة تتضمن مستلزمات وقائية ومطهرات بالمجان. بنقدم رسائل توعوية للتغذية السليمة في الأعياد، الوقاية من الأمراض المعدية أثناء تجمعات الأعياد وكده، وكمان بنوجههم إن في عيادات معنا صحة مرأة وعيادات أسنان وعيادات كشف بطنة. وهي شكت في أي حاجة بنقدم لها خدمة إن إحنا بنعمل لها سونار الأول وبنحطها على جهاز الماموجرام ونبدأ نعمل لها متابعة إن طلعت فريقي ما فيهاش أي مشكلة بتيجي تعمل لنا كل 6 أشهر نطمن عليها. رواد الكاتدرائية من الأخوة الأقباط أثنوا على القافلة الطبية لما قدمته لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية بالمجان. شافوا وبيقيسوا الضغط وبيكشفوا أسنان وكل حاجة. أنا شايفة خدمة الأسنان والبطنة، أنا شايفة عربيات تانية بس أنا بصراحة ما دخلتش، بس شايفة الناس فيها في تجمهر عليها وفي خدمة كويسة مقدمة. اكتشفت أسنان وقالوا لي بينصحوني على حاجات إن أنا أعملها وكويسين جدا. العمل على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بل والتوعوية للإخوة الأقباط خلال أعياد الربيع من خلال القوافل الطبية على مدار الساعة يؤكد حرص الدولة المصرية على تهيئة الأجواء المناخية الملائمة لهم خلال أعياد الربيع. محمد حلمي، النيل. وقعت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان بروتوكول تعاون يهدف للتمكين الاقتصادي لعدد من المستحقين في جميع المحافظات بتكلفة بلغ 60 مليون جنيه. يأتي ذلك في إطار توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطني تحت هدف واحد، وهو تنمية المجتمع المصري وتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة. في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لهم، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة 600,000 باب رزق للفئات الأكثر احتياجا داخل المحافظات المختلفة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان. الهدف منه إيجاد فرص عمل وتمكين اقتصادي لحوالي 2000 مشروع وبنبحث عنهم في القرى الأشد احتياجا. تكلفة التمكين كلها كأنها فلوس هتفضل شغالة إن شاء الله تجدد نفسها، العائد بتاعها يرجع للناس تانية تشتغل، فهم لألفين بداية بألفين مواطن في القرى الأكثر احتياجا إن شاء الله. 600,000 باب رزق دي المفروض إنها إن شاء الله هتبتدي بعد عيد الفطر مباشرة، ودي هنستهدف بيها إن يبقى فيه 600,000 باب رزق وتمكين اقتصادي يتفتحوا للمواطنين في مختلف المحافظات. يأتي بروتوكول التعاون بين حياة كريمة والأرمان بقيمة 60 مليون جنيه لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي عن طريق تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج. بنوعدكم إن شاء الله خلال سنة نبقى في نتائج لهذا البروتوكول بتوفير أكثر من 3,000 أو 4,000 فرص عمل إن شاء الله من خلال توفير مشاريع صغيرة للأسر المنتجة. الفكرة مش فكرة البلس اللي احنا بنساعد الأسر الأكثر احتياجا، لكن اللي احنا بنحول المساعدات دي لعمالة
وان هم يبقوا اد فاليو او يمكن يبقوا هم اضافه للمجتمع مش بس يبقوا مستهلكين. دي مبادره بقى القادمه دي للتمكين الاقتصادي ان احنا نبدا نفتح للناس افاق عمل، لان فعلا كل المصريين بيحبوا الشغل وكلهم يقول انا عايز مصدر رزق، ساعديني انا الاقي مصدر رزق. شراكه تعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنميه وتطوير القرى الاشد احتياجا والحد من البطاله بما يتماشى مع خطط التنميه التي تشهدها الدوله في شتى المجالات. قالت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية إن مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود معرضة للتوقف، وذلك بعدما منعت روسيا مرة أخرى عمليات تفتيش السفن في المياه التركية بموجب الاتفاق. قالت الوزارة على فيسبوك إنه للمرة الثانية في 9 أشهر من سريان مبادرة الحبوب لم توضع خطة تفتيش ولم يتم تفتيش أي سفينة، وهذا يهدد عمل مبادرة تصدير الحبوب. وتتيح المبادرة التصدير الآمن للحبوب من بعض الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع الزميل محمود يوسف. وإلى أخبار المال والأعمال في هذه النشرة، حيث بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع رئيس البنك الأوروبي فيرنر هوير الخطوات المقبلة لتنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج نوفي والتوسع في آليات دعم القطاع الخاص. وتسجل محفظة التعاون الإمائي الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.5 مليار يورو. كما التقت المشاط برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، حيث تم التباحث بشأن الأدوات المالية المختلفة لجذب استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. أكد وزير البترول طارق الملا ضرورة استحداث طرق غير تقليدية للتغلب على تحديات التناقض الطبيعي أو التناقص الطبيعي للإنتاج، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تشجع الشركاء على بذل المزيد من جهود زيادة الإنتاج. وشدد الملا على أهمية التنسيق بين الشركات من خلال استخدام التسهيلات المتاحة بمنطقة الصحراء الغربية التي تعد أحد أهم مناطق الإنتاج البترولي في مصر. وقال إن استراتيجية الوزارة لتعظيم العمل والإنتاج تهتم بكافة عناصر المنظومة البترولية لدورها الهام اقتصاديا وخدميا. أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن العقوبات الاقتصادية على روسيا خصوصا تشكل خطرا على هيمنة الدولار، لكنها اعتبرت أنه من الصعب على الدول المعنية إيجاد بديل للعملة الأمريكية. وأضافت يلين أن أسباب استخدام الدولار عملة عالمية تجعل من الصعب على الدول الأخرى إيجاد بديل بنفس المميزات. وحول إمكانية استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، قالت يلين أن هناك قيودا قانونية على ما يمكن فعله بالأصول الروسية المجمدة. أكد رئيس الاتحاد الألماني للمصارف كريستيان سيفينغ أن مخاطر حدوث أزمة مصرفية شاملة في أوروبا منخفضة جدا. وأوضح سيفينغ أن المصارف في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي ما زالت متينة للغاية ومزودة جيدا برؤوس أموال وأيضا سيولة. وأثار انهيار مصرفي سيليكون فالي بانك وسيجنتشر بانك مؤخرا في الولايات المتحدة وبعد ذلك الاستحواذ العاجل على كريدي سويس مخاوف من حدوث أزمة أوسع في القطاع المصرفي. استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط ترقم بين المستثمرين لبيانات اقتصادية صينية بحثا عن دلائل على تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 7 سنتات إلى 86 دولارا و24 سنتا للبرميل، كما تراجع الخام غرب تكساس الوسيط 6 سنتات إلى 82 دولارا و47 سنتا للبرميل. استمر الذهب في التماسك فوق مستوى 2000 دولار غير متأثر بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى مستوى 2007 دولار و17 سنتا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3%، كما زاد البلاتين 0.2%، بينما تراجع البلاديوم 0.4%. ووصلنا مع حضراتكم لنهاية نشراتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تواصل الاشتباكات في السودان لليوم الثالث، والبرهان يأمر بحل قوات الدعم السريع ويصفها بأنها مجموعة متمردة.
غوتيريش يدعو لوقف فوري للقتال في السودان ويؤكد أن الوضع الإنساني أصبح كارثي. بمبادرة إنسانية من السعودية استكمال عملية تبادل الأسرى بإطلاق سراح 100 أسير وأربعة من الحوثيين. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.إيجي. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.